الحكومة تصر على دعم الجندر والنوع الاجتماعي ونزلت كتاب قبل 3 ايام يستغل ويضحك على الشعب تقول فيه: يا معودين، احنا ما نقصد بالجندر الامور المنحرفة اللي تقولون عليها، احنا نقصد الادوار اللي يقوم بها كل من الرجل والمرأة، وهاي الخاطركم حتى ما تفهمونا غلط، بعد ما نذكر كلمة الجندر نخليها بين قوسين الرجل والمرأة. يعني اشرح لكم اللي دا يصير. مثلا اجي اسوي دورة واقول بيها: يجب دعم العرق والشرب والتشجيع عليه والترويج له، ومن اشوف صار اعتراض اقول لكم: يا معودين، ترى انا ما اقصد العرق والشرب اللي يبالكم، انا اقصد العرق الجبين والماء الحلال، وهاي الخاطركم حتى ما تفهمونا غلط راح اخلي التوضيح بين قوسين، كل ما اقول عرق وشرب يخوب الغي هاي الكلمتين، لو الا تصر على هاي الكلمات المشبوهه. بعدين تعريف رئاسه الوزراء للجندر ما له معنى، يعني اذا تجي رئاسه وزراء جديده بسهوله تلغي هذا التعريف وتخليه يشبه اللي باوروبا بعد ما عودت الناس وفتحت لها اقسام بالدوائر والمدارس، لان تحديد هذا المصطلح واي قانون لازم يكون بالدستور او يصوت عليه مجلس النواب وينشر بجريدة الوقائع، يلا عود ذاك الوقت يصير قانون ملزم وفعلي، مو هيك بس يضحكون على الناس. وحتى تبريرهم في هالكتاب الخايس: والله المجتمع هو اللي يحدد دور الرجل والمرأة، يعني لا فطرة الإنسان ولا دين الله والشرع، فباشر عقبه من يتغير تفكير الشعب ويصير مثل أوروبا، ها هي هو اللي يحدد دور الرجل والمرأة ويصير الجندر شيء علني، ويلا يا معودين. فهنا الحكومة أما تكون حكومة جندرية، لذلك إذا تشوفوها هي اللي تدافع عن حقوق قوم لوط، أو حكومة مأمورة لوضع هاي المفردة او ما عندها الشجاعة لمنع هذا الشيء، او تكون الحكومة جاهلة ما تعرف عن الموضوع، وخلنا نعتبرها حكومة جاهلة، لان جنابهم بنفس الكتاب فاصلين بين الشذ وبين المس، عبالهم شغلتين مختلفة. لذلك يا حكومة خاف ما تدرون، ترى الجندر هو شرعنا لجماعة الالوان، وبضغطة زر على الانترنت تعرفون شنو يعني هذا المصطلح الطايح حظه. بالاخير مطلوب من الكل ان يقوم برفض وتصعيد اعلامي ضد هاي المؤامرة، واللي اريد اقوله: يا شعب اعترض احتج برلمانك كل قاصر، هاي يردوها الثقافة بالمدارس بالدوائر، لا امومة ولا ابوة وجيل يطلع كل فاجر، يسموها هاي الجندرة وهي ثقافة داعرة تهدم الأسرة الطاهرة، يا شعيب من عدا حاذو بهالجندرة للأجيال نصبوا مصايد، حتى الروضات الأطفال نصبوا مصايد، الله يردوهم مثليين، يردوهم من حرفين، يردوهم مثليين، يردوهم من حرفين، يا طفت شاهين.